هاي، أنا يسرا لوزي. لو عايزين تشوفوا الانترفيو كامل ممكن تشوفوه على انيجما ماجازين. حسيت ان هي جريئة جدا، انا حسيت ان هي مشوقة جدا ان الواحد يشوف مسلسل بيتكلم عن حاجة ما اتكلمناش عنها قبل كده، ويمكن احنا كمجتمع ما عندناش اصلا معلومات كافية عنها، او عن ناس جربتها، او القانون بيقول ايه، او الدين بيقول ايه، يعني ما عندناش اي باك جراوند انفورميشن. الموضوع شدني بشكل بوزيتيف مش بشكل يخوف. يعني انا وافقت على الدور قبل ما اقراه اصلا، مجرد لما قابلت تامر نادي اول مرة في المكتب وقعد يحكي لي عن شخصية ليلى وقد ايه هي ست بتعاني وهتطلع شكلها متدمر وحياتها هتبوظ، ودخلني في حته ضلمه قوي كده. بس انا الموضوع ده شدني بقى، حسيت اللي هو الله ما عملتش كده قبل كده، يلا بينا بقى. وفي نفس الوقت ملمت، حتى هو لسه كان عندي الاسبوع اللي فات كنا متجمعين بنتفرج على اخر حلقه، فكان بيحكي عن الفيرست امبريشن مع كل حد، فقال يسرا انا حكيت لها مش عارف ايه ولقيتها مبلمه. قال لي انا لما لقيتها مبلمه اطمنت، عرفت ان هي قلقانه من الدور وهتعمله حلو قوي، هو انترستينج قوي وعايز اعمله، بس يا نهاري هل انا هعرف اعمله. فكان في التشالنج ده، قلت لهم بقى ان انا محتاجه اقعد اسبوع 10 ايام لوحدي في الاوضه قبل ما ابتدي التصوير، معظم المشاهد صعبه. عاده ممكن اقول لك في واحد ماستر سين، في اتنين ماستر سين، بس الكونتراست ما بين المشاهد كبير قوي. في مشاهد في الاول ببقى سعيده وحياه عاديه، مشهد الحادثه صعب، مشهد الاجهاض، هي حلقه الاجهاض بالنسبه لي صعبه جدا، الصدمه اللي في المستشفى اول مره بسمع استئصال رحم، اول مره بقعد اعيط واقول انا ماليش لازمه، انا ست ملهاش لازمه، مش عارف اخلف، لما انا كدكتوره نفسيه عارفاه حاسه انه انا هو بيكذب عليا مخبي عليا حاجه، في مواجهه اللي هي على العشاء لما بيبقى في البيت، وفي مشهد كمان مع حنان لما بقابلها لاول مره وبحط ايدي على البيبي. بس اكيد في ماستر سينز تانيين انا ناسيها دلوقتي. هو احنا ما نقدرش نقول ان مجتمعنا ده هو حاجه واحده، ما فيش حد في مكانه يقول ان هو جاهز ولا مش جاهز، بس انا مش بحب اتعامل مع المجتمع لان هو حاجه زي عيل في الحضانه وبشوف لو هو جاهز اكلمه عن حاجه ولا لا. انا شايفه انه مهم ان يبقى فيه افكار جديده وافكار صادمه وحاجات بتحصل في العالم من زمان، فاحنا لازم نتكلم عنها، يعني نعترف ان هي موجوده، قد تكون طريقه تعاملنا معاها مختلفه عن بره لاسباب مختلفه دينيه في الاساس، بس في الاخر احنا لازم نبقى برضو مواكبين العصر. في حلقه فريندز مش عارفه متصوره من كام سنه كان فيها اوريدي الموضوع ده، يمكن ناس في امريكا عارفه، يعني هتلاقي معظم الناس سمع عن الموضوع، احنا هنا في ناس كتير قوي عمرها ما سمعت عن الموضوع اصلا. وفي الاخر المسلسل مش بيروج للموضوع، هو بس بيطرح مثال للنقاش وبيطرح الموضوع على الترابيزه، وعشان بس الناس تبدا تسال نفسها اسئله من باب ان هو في الاخر ترفيه، يعني مسلسل المفروض يشد الناس ويبقوا انترتيند وهما بيتفرجوا عليه ويطلعوا منه شايفين الموضوع بمنظور مختلف او من وجهات نظر كل الاطراف المعنيه، وده يخليهم يسالوا اسئله. ما هو حلاوه المسلسل ده بقى ان هو اتعمل بطريقه ان هو مش بيروج لحاجه، في شخصيات جوه المسلسل بتبقى مع حاجات وفي اوقات بتبقى ضد حاجات، ما حتى نفس الشخص اللي هو حسام في اول المسلسل كان ضد الاجهاض وفي الاخر هو اللي بيقنع صاحبه ان هو يعمل اجهاض للبنت لريكو دي، فهي الشخص بيتغير، الشخص حسب المواقف والازمات اللي بيمر بيها مبادئه بتتغير. مش حاسه انه المسلسل له راي، هو الشخصيات بتعدي بترانزيشنز مختلفه والشخصيات نفسها نفس الشخصيه بتتغير على مدار المسلسل. وكمان موضوع الاجهاض يعني لازم برضو الناس تتطرق ليه من كذا منظور، يعني في حالات مختلفه، ما الاجهاض ممكن تبقى واحده لسه صغيره ومش عايزه تخلف دلوقتي، فمعرفش لو ده سبب يستدعي للاجهاض ولا لا، في واحده تم اغتصابها وحامل، فاللي هو اكيد دي مفروض ناخد الحاله بتاعتها في الاعتبار، ورجال القانون ورجال الدين يعني يلاقوا حل ليها، لانه مش شايفه انه حياتها هتبقى سعيده باي شكل. فلازم بس نبقى مش برو الموضوع، بس نبقى فلكسبل في ان احنا نتكلم على ايه الحالات اللي تستدعي، او نشوف البروز والكونز ونشوف امتى ينفع او يبقى ضروري ان احنا نعمل ده لما يبقى الفايده منه اكتر من الضرر. انا اتعلمت في التجربه دي كيسرى انه لما نشتغل في المسلسل على اساس ان احنا في معسكر، ده بيفرق قوي 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 وبيبان على الشاشه ان احنا كنا فعلا فريق واحد متكاتف بمعنى بجد، واكلين نايمين شاربين مع بعض، ده ما بيتحققش كتير. احنا في مصر كل واحد بيجي جري من بيته يعمل المشاهد بتاعته ويجري يروح عشان التزاماته وحياته، احنا كنا كلنا مع بعض، وحتى الناس اللي ورا الكاميرا اللي انا ما كنتش عارفاهم قبل التصوير اتفاجئت بقد ايه هم ناس بروفيشنال وناس محترمه وناس
نظيفة من جوه. يعني لما عاشرت كل الناس دول حسيت انه احنا كنا، مش عايزة اقول كلام كليشيه بتاع اسرة واحدة، بس احنا بجد كنا، اصل احنا كنا مغتربين، فاحنا كلنا ملفوفين ملومين على نفسنا، واي حد مش بيصور قاعد مع الناس اللي نروح نزورهم في التصوير، لانه ما كانش عندنا التزامات تانية بتاعت حياتنا في مصر. ده فرق قوي في رأيي، واعتقد ان ده باين على الشاشة، انه كلنا عايزين مصلحة المسلسل بقلب جامد اكتر من العادي. انا حاسة انه في الكام سنة اللي فاتوا في ناس كتير قوي، شخصيات عامة طلعوا اتكلموا عن العلاج النفسي وان هم تلقوا، وانا منهم، اتكلمت كتير عن الموضوع ده. وبقى برضو في الافلام وفي المسلسلات بيبقى دايما في حد عنده ثيرابي او حد بيروح لدكتور نفسي، ومش بالضرورة اللي بيروح لدكتور نفسي يبقى مريض، بمعنى مريض، ما احبش كلمة مريض نفسي دي. الحياة دلوقتي بقى فيها complexities كتير، انا بشوف ان الثيرابي دي حاجة انا اتمنى افضل اعملها طول حياتي. بيبقى طبعا في سبب اساسي او في ازمة بحاول احلها واشتغل عليها، بس throughout الثيرابي بكتشف حاجات تانية كتير، فبلاقي انه هو يعني it's a never ending process. انا نفسي افضل اعمل ثيرابي طول حياتي، ولما بقعد شهر او شهرين مش عارفة اروح بحس انه في حاجة ناقصاني، وان انا طلعت من التراك اللي انا كنت ماشي عليه. فانا بقيت حاسة ان دي حاجة اساسية في ظل العالم والظروف اللي كلنا عايشين فيها. كوني ام في الحقيقة يمكن ساعد في الخوف بتاع فقدان الطفل، مهما كان انا عمري ما كنت لو انا مش مخلفة هتخيل انا ممكن احس بايه او بعمل ازاي لمجرد فكرة انه ابني او بنتي ممكن يحصل لهم حاجة. في كده sensitivity معينة ما كانتش تبقى موجودة، او كنت هعملها بس كانت تبقى fake، ما كنتش هلاقي الreal motive يعني من جوه. اعتقد بس كونها دكتورة نفسية يعني كانت ممكن توافق تبقى أم بديلة، كانت هتعمل ريسيرش كتير قوي عن التأثير النفسي ليها وللأم التانية وكده، وكانت هتبيس القرار بتاعها على أسس علمية يعني مرتبطة بالأبحاث، بس هي من جواها كشخص طيب كان ممكن توافق تعمل كده.